أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا اليوم أجواء حارة ورطبة نسبيا، تفاوتت درجات الحرارة ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية. استمرار في الرياح الشمالية الغربية اليوم وارتفاع في درجات الحرارة مستمريان الليلة، خاصة في بعض المناطق الصحراوية والمناطق الغربية من البلاد. أما الآن أجواءنا في مدينة الكويت، الرياح الشرقية سرعتها 6 كيلومتر، درجة الحرارة الحالية 44 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 19، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلومتر. لا تزال تحت دولة الكويت تحت تأثير منخفض جوي متمركز على الخليج العربي. استمرار في تغيرات الكتل الهوائية في النهار، رياح شمالية غربية، ومع دخول الليل تتحول الرياح إلى رياح جنوبية شرقية أو رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة. أما أجواءنا المتوقعة في منتصف هذه الليلة بمشيئة الله، راح تستمر ويانا الرياح الشمالية الغربية خفيفة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. الأجواء في شمال غرب البلاد والمناطق الغربية راح تكون أجواء حارة، درجة الحرارة متوقع أن تكون ما بين 32 إلى 36 درجة مئوية. في مدينة الكويت 34، المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتة ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى من يوم الغد راح نلاحظ انخفاض نسبي في درجات الحرارة، قد تصل غرب البلاد في شقاي والسالمي 27 درجة مئوية، تقلب الرياح في المناطق الغربية من البلاد. أما المناطق الساحلية بشكل عام راح تتحول الرياح لرياح جنوبيه شرقيه، راح تبدا الاحساس بالرطوبه، راح يزيد من باكر الصبح ان شاء الله الى منتصف نهار يوم الغد. متوقع ان تكون درجات الحراره العظمى في منتصف الاربعينات، شمال البلاد في منطقه العدن الزراعيه 42، المناطق الساحليه بشكل عام متفاوته ما بين 36 الى 42 درجه مئويه. راح تستمر ويانا الرياح الجنوبيه الشرقيه، معدل نسبه الرطوبه راح يرتفع ويانا باكر خاصه على المناطق الساحليه والجزر. مع بدايه استمرار في الرياح الشماليه الغربيه معتدله السرعه، راح تكون هناك في بعض الامواج خاصه في مناطق او محادق الكويت الجنوبيه قد يصل ارتفاع الموج الى 5 اقدام، ولكن بشكل عام الاجواء البحريه راح تكون معتدله، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم، التيارات المائيه في نهايه فترات الحمل. اذان الفجر بمشيئه الله حسب التوقيت المحلي لمدينه الكويت في تمام الساعه 4 صباحا، موعد شروق الشمس الساعه 5:22، موعد اذان المغرب الساعه 6:16. اما بالنسبه للطقس المتوقع لمدينه الكويت خلال 5 ايام المقبله، راح تستمر ويانا الرياح الشماليه الغربيه في نهار يوم الغد، ومن مع بدايه دخول المساء راح تبدا بالتحول الى رياح متقلبه الاتجاه خفيفه السرعه. الاجواء راح تكون حاره في نهار يوم الغد ورطبه نسبيا مع بدايه دخول الليل، متوقع ان تصل درجه الحراره العظمى 44 والصغرى 30 درجه مئويه. ابتداء من يوم الاثنين راح تبدا تتغير او تتحول الرياح لرياح جنوبيه شرقيه، تستمر ويانا الى يوم الخميس، متوقع ان ترتفع نسبه الرطوبه في الايام القادمه الى ما فوق ال 40%، درجات الحراره متفاوته ما بين 44 الى 47 درجه مئويه العظمى، الصغرى من 28 الى 30 درجه مئويه. اعزائي المشاهدين اشكر لكم حسن المتابعه، والان ناخذكم في جوله مع درجات الحراره في بعض العواصم العربيه والعالميه.